مرحبا بكم مشاهدينا في السلطة الرابعة، والبداية بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والدولية. المصدر أونلاين يقول إن أكثر من 80 سفينة وقود دخلت إلى ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة. وصحيفة الشرق الأوسط تتحدث عن تسبب إهمال الحوثيين وفساد قاداتهم في انهيار القطاع الصحي. ووكالة أسوشيتد بريس الأمريكية تكشف عن تفاصيل المحادثات بين السعودية والحوثيين. مرحبا بكم، والبداية من موقع المصدر أونلاين والذي نشر تقريرا خاصا قال فيه إن ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي استقبل العشرات من سفن الوقود طيلة الأشهر الماضية، وأشار إلى أن هذه الأرقام تعني مضاعفة الإيرادات التي تأتي من هذه الناقلات وتستحوذ عليها سلطة الجماعة في صنعاء. وفي إحاطته لمجلس الأمن قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ إن 81 سفينة وقودا دخلت إلى ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية في 2 أبريل 2022، منها 29 ناقلة دخلت خلال الفترة التي تلت الهدنة. وبحسب ما ذكره غرونبرغ فإن الميناء استقبل شهرياً بحدود 10 سفن وقوداً تصل عوائدها إلى المليارات وتذهب بكاملها إلى جيوب سلطة وقيادات ميليشيا الحوثي التي ترفض صرف رواتب الموظفين برغم هذه الإيرادات الكبيرة من قطاع النفط فقط. ويرجح مراقبون اقتصاديون أن المبالغ الطائلة التي تجنيها الميليشيا شهرياً بالعملة الصعبة من عائدات سفن الوقود الكبيرة هي السبب الأكبر وراء عدم تصعيد ميليشيا الحوثي عسكرية. قال موقع يمن شباب نت إن الأمم المتحدة أكدت استمرار معاناة اليمنيين جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 8 سنوات. وفي إحاطة من منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن الدوري قال إن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية وخدمات الحماية في أنحاء اليمن خلال عام 2023 سيصل إلى 21.6 مليون شخص، وأضاف أن العدد لا ينقل واقع معاناة اليمنيين برغم ضخامته، متحدثاً عن الاختيارات المستحيلة التي يضطر الآباء والأمهات إلى اتخاذها لتأمين الطعام لأبنائهم والآمال المتلاشية عاماً بعد الآخر لأسر تتوق للعودة إلى ديارها والمخاطر التي يتعرض لها الناس خصوصاً النساء والفتيات أثناء القيام بأعمال بسيطة مثل السير إلى المدرسة أو جلب الماء. وأشار منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة إلى ما وصفه بالتوتر الاقتصادي المتزايد بين الأطراف خلال الأشهر الماضية وما رافقه من عقبات ضارة محتملة على الشعب اليمني وعمليات الإغاثة، في إشارة منه إلى الهجمات الحوثية على الموانئ النفطية، وحث الأطراف على فعل كل ما يمكن لتجنب أي أعمال من شأنها زيادة زعزعة الاستقرار أو التأثير سلباً على الاحتياجات والاستجابة الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدعم الاقتصاد اليمني واستعادة الخدمات الأساسية. وفي مقال نشره موقع يمن مونيتور قال الكاتب أحمد ناصر حميدان إن المواطن البسيط يسأل ما الذي يحدث في مناطق تحررت وهي تحت سلطة الجنوبيين اليوم ولم يتحقق شيئاً مما ظلوا يشكون منه. ويأتي الجواب من الكاتب في مقتضب مقاله دون تردد أن المعنيين بالقرار قد باعوا ضمائرهم وانشغلوا بأنفسهم أكثر من انشغالهم بالهم العام والهدف العام، باعوا حينما أعلنوها للملأ دون خجل ولا حياء، خذوا الجنوب تبعكم. وأشار الكاتب إلى أن جماعة انفصال اليوم جماعة مختلفة لم تقدم الانفصال برؤية وطنية وإنسانية عادلة، بل قدمته بنسخة مختلفة وشكل آخر ترفرف فيه الراية عاليا، وعلى الواقع تهدم القيم والأخلاقيات وعدالة القضية بخطاب سامج من الكراهية والعنصرية الذي ترك النظام السياسي المتسبب في انهيار قيم الوحدة ليركز على المناطقية ويجعل من القضية الجنوبية قضية عداء لكل ما هو شمالي.
ويبين الكاتب في نهاية مقاله أن من يحكم الجنوب هم من تلك الشاكلة واختيروا بعناية من نفس البرميل القذر، وهي منظومة تشكلت من قبل الأعداء ليعود النظام حاكما يؤدب شعبا تواقا للحرية والعدالة والتحرر والاستقلال في محيط مرعوب من أنظمة ترعى تلك المبادئ والقيم لن يسمح لها أن تترسخ واقعا على الأرض. متسائلا في نهاية مقاله، هل فهمتم ما يعانيه الجنوب؟ لا استقلال ولا حرية، بل تسليم واستسلام للأعداء التاريخيين، بيع وشراء بثمن بخس، وهناك شرفاء ومناضلون يتصدون لهذه الصفقات المشبوهة ولن يسمحوا لها أن تمرر، وصورة أكبر عنوان. في عددها الصادر اليوم نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريراً خاصاً عن القطاع الصحي اليمني الخاضع للميليشيا الحوثية وما يتعرض له هذا القطاع من إهمال وفساد قادة الجماعة الانقلابية، حيث قالت الصحيفة إن الميليشيا أقرت بوفاة 80 طفلاً من حديثي الولادة يومياً في مناطق سيطرتها. وكشفت إحصائية صادرة عن القطاع الصحي الذي تديره الجماعة في صنعاء عن تسجيل وفاة 80 طفلاً من حديثي الولادة يومياً في مناطق سيطرتها، منهم 2200 مولود توفوا في مستشفى السبع. وبيّنت الصحيفة في تقريرها أن الميليشيا الحوثية لم تفصح عن الأسباب التي تقف وراء ذلك، حيث عزت مصادر طبية في صنعاء ذلك خلال حديثها للشرق الأوسط إلى أنه ناجم عن استمرار فساد قادة الجماعة وإمعانهم في استهداف القطاع الصحي بالدهم والإغلاق والعبث والابتزاز وفرض الإتاوات غير القانونية على ما بقي من المنشآت والمراكز الصحية التي ارتبطت ارتباطاً مباشراً بصحة وحياة ملايين اليمنيين. وفي آخر مؤتمر صحفي عقده قادة الميليشيا، أقر القيادي الحوثي المدعو علي جحاف أن أكثر من 5000 مريض بالفشل الكلوي في مناطق سيطرتهم باتوا مهددين اليوم بالوفاة في حال توقفت جلسات الغسيل الكلوي، إضافة إلى توقف أكثر من 17 مركز غسيل كلوي على مستوى مناطق سيطرتهم تحت مزاعم نفاذ مخزون أدوية ومحاليل الغسيل الكلوي من مخازن الصحة الخاضعة للميليشيا. دولياً، كشفت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية عن تفاصيل المحادثات السعودية مع الحوثيين عبر القنوات الخلفية بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في اليمن. ونقلت الوكالة عن مصادر أممية وسعودية ويمنية القول إن المملكة العربية السعودية أحيت مع خصومها المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران محادثات عبر القنوات الخلفية على أمل تعزيز وقف إطلاق النار غير رسمي كطريق تفاوضي لإنهاء الحرب الأهلية الطويلة. وقال مسؤول الأمم المتحدة فضل عدم الكشف عن هويته لهشاشة المحادثات إن المملكة طورت خارطة طريق مرحلة للتسوية وأيدتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، مضيفاً أن التحالف قدم فيه عدداً من الوعود الرئيسية بما في ذلك إعادة فتح مطار صنعاء وتخفيف القيود على ميناء الحديدة. وبحسب الوكالة، فقد طالب الحوثيون التحالف بدفع رواتب جميع موظفي الدولة بما في ذلك قواتهم العسكرية من عائدات النفط والغاز، وكذلك فتح جميع المطارات والموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثي. وصلنا وإياكم إلى ختام السلطة الرابعة، أترككم مع هذا الكاريكاتير، إلى اللقاء.